اهلا اهلا بالهانم. جالك الموت يا تارك الصلاه. استلقي وعدك من الست الكونتيسه شخصيا. طمنيني فرحانه؟ مبسوطه باللي عملتيه؟ برافو برافو بجد. يا رب تكوني اتبطيتي وارتحتي. وحضرتك شكلك فرحان قوي بعمايل بنتك. اكيد طبعا فرحان بيها. بنتي قدرت تاخد حقها وتثبت للعالم كله انها بريئه. يا سلام، ده على اساس ان يوسف هيفوت اللي هي عملته، ده هيدمرها. ايه دمرني؟ هيعمل ايه اكتر من اللي عمله يا موني؟ شويه عقل. وبعدين ما تقلقيش عليا، انا مامنه نفسي كويس قوي. مامنه نفسك ازاي؟ انت مش كنت لسه بتسالني على الفيديو بتاع دينا مرات نجيب؟ ايوه. اهو الفيديو ده بقى وقع في ايدي بالصدفه، ربنا بعتهولي. طبعا انا ما كنتش اعرف حاجه عن العلاقه القديمه دي، يعني عقلي ما صورليش ان هو قذر للدرجه دي. بس مش ده موضوعنا. اول ما سمعت الفيديو ده جت سيره محمود السكرتير بتاعه. طبعا اول ما سمعت سيرته رحت جايباه ومجمداه. مش كان نفسك تفتح المكتب بتاعك؟ الشيك ده هيساعدك. تسلمي لي يا رب. والملف ده بقى اللي هيودي الباشمهندس في العين. انا دلوقتي معايا ورق يودي يوسف في 60 داهيه، يخليه يقضي عمره كله في السجن. اشي تراخيص مضروبه، تهرب ضريبي، جمارك، حاجه كده لوز اللوز. وانا دلوقتي مرعوبه عليكي من يوسف. يا روح ما بعدك روح. انت بتلعبي مع واحد لما مجرد انه شك فيكي عمل لك قضيه، هيعمل فيكي ايه بعد اللي انت عملتيه النهارده؟ ما يقدرش يعمل حاجة، لأنه لو فكر يعمل حاجة العالم كله هيبقى عارف إن هو يخاف طبعا. أيوة يا حبيبي، بس لازم تسمعي كلامي وتكني شوية. اليومين دول مفيش داعي للخروج. بابا أنا لسه ورايا حاجة كتيرة قوي، وبصراحة مش عايزة بقى حد فيكم يعطلني. والنبي ما أنا خايفة غير من مدعوقة اللي اسمها أميرة، بعد الفضيحة اللي اتفضحتها دي لا تأذيكي. لا أميرة لسه دورها جاي معايا، ما تقلقيش. دور إيه بقى؟ ما خلاص انت خدت حقك كده تالت ومتلت. تالت ومتلت؟ انت اللي بتقول كده يا بابا، انت اكتر واحد حاسس بيا وعارف اللي حصل لي. ده انا حصل لي ابشع من كده بكتير. هي مش اميره دي كانت برضو مرات اخوكي؟ حضرتك بقى من غير ما تاخدي بالك فضحتي اخوكي في السكه. لا واخده بالي، واخده بالي كويس قوي يا موني. وبصراحه بقى ابنك ابن حلال ويستاهل. انت اصلك مش عارفه حاجه. ما تتكلم يا حاجة، ما تشوف لنا حل في المصيبة اللي احنا فيها دي. سيرتنا بقت على كل لسان. ده البنات واحنا بنوصلهم بيقولوا ان الفيسبوك مقلوب على الموضوع ده، اللي يرى عملته والفضيحة اللي فضحتها الجزء. ما تشغليش بالك بحكاية الفيسبوك. فيسبوك ياما بيتكلم، ما عندوش حاجة غير سيرة الناس. يومين ولا ثلاثة والموضوع هينتهي ويشوفوا موضوع جديد يتكلموا فيه. وبنتنا انا خايفة بجد يا حاجة. وأنا كمان خايف. ماشي يا يارا، وحياة أمي لو أوريك أنت وأبوك اللي مودينا بتاعي ده، والقضية أنا مكمل فيها للآخر. وريني بقى هيعمل ايه، وهخليه فرجة للي يسوى ولا ما يسواش، والفلوس مش هرجعها. اهبل